القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذه الأمسية الدينية التي يقدمها لكم الزميل حلم الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وعدد أنفاس مخلوقاته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيد الثقلين وإمام القبلتين وحبيب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين وصاحب الجمعة والعيدين ومن كان عند ربه قاب قوسين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب طاهر ومن ساحة كريمة، من رحاب مسجد سيدي الحسن الأنور رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم من رحابه الطاهر هذه الأمسية الدينية المباركة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستفتح به هذا اللقاء الإيماني المبارك القرآن الكريم، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. آيات بينات لما يتيسر من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
Yeah.
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم وبلغ حبيبه المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لضلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آية الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وكانت خير استفتاح لأمسية الليلة التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد سيدي الحسن الأنور رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ومن روضة القرآن الكريم إلى رحاب العلم والعلماء، نحيا الآن في رحاب هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة يلقيها علينا الشيخ السيد محمد البرعي إمام وخطيب المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ماء جمد، وخلق الخلق ولم ينسى أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا رسول الله خير من مشى على الثرى، قال في كلمات وجيزات لكنها معجزات. سيدي يا رسول الله، صلاةً وسلامًا عليك يليقان بمقامك الكريم. وبعد، استمعنا إلى نور من السماء نزل، كلام من رفع السماء بلا عمد، تلاها علينا فضيلة الشيخ من سورتي الحج والمؤمنون. ختام سورة الحج: كما استمعنا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. هذا كلام ربنا. فلما قال ربنا في ختام الآيات، بعدما قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، بعد النداء جاءت الصورة الثانية وهي صورة المؤمنون. من كان سامعاً للنداء وملبياً قال له ربنا: قد أفلحت. فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم استجابوا لنداء رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم
وافعلوا الخير. لما يا رب؟ لكي تكونوا من المفلحين. قد أفلح المؤمنون وللمؤمنين مكانة. فلما قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا عند النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه، سمعنا الوحي في وجهه كدوي النحل. فلما انصرف نظر النبي إلينا ودعا الله قائلا: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. فقال عمر: ما هذا يا رسول الله؟ قال: نزل علي الآن 11 آية، من عمل بها كان حقا على الله أن يسكنه الفردوس الأعلى. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن وصل إلى قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولله ضر علماء المسلمين الذين قالوا: الله منح المؤمنين درجات وجعل لهم زكوات، فزكى الله المؤمنين بقوله: قد أفلح المؤمنون، أي زكى عقائدهم وزكى قلوبهم، فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وزكى ألسنتهم فقال: والذين هم عن اللغو معرضون، وزكى أموالهم فقال: والذين هم للزكاة فاعلون، وزكى فروجهم فقال: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وزكى عبادتهم فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وزكى درجاتهم فقال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والنبي علم من ربه أن كل ابن آدم خطاء، فلما علم من كل ابن آدم خطأ منح الله العباد ختام السورة بعدما قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقال: يا مؤمن إنك تخطئ، فإذا دعوتني استجبت لك، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أمة الإسلام، ونحن في رحاب بيت من بيوت الله، فإن الله يناديك ويقول لك: قد أفلح المؤمنون. أول شيء الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة إذا واظبت عليها نلت الدرجات التي ذكرناها من صدر سورة المؤمنون. وأسأل الله العلي العظيم غفار الذنوب وستار العيوب ومفرج الكروب أن يزدنا ولا ينقصنا، وأن يرحمنا برحماته الواسعة.
اللهم برحماتك عمنا واكفنا ما أهمنا، وارحم اللهم جمعنا، واجعلنا يا رب العالمين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا علما نافعا وإيمانا دائما ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا، وارزقنا دوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة ألقاها علينا الشيخ السيد محمد البراعي إمام وخطيب مسجد سيدي الحسن الأنور رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، والذي ننقل لكم من رحابه الطاهر هذه الأمسية الدينية المباركة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام ونحن في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا الوقت الطيب المبارك، ما أحوجنا إلى أن نكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عسى أن نفوز بشفاعته يوم القيامة. وما أحوجنا كذلك إلى أن نرفع كف الضراعة إلى الله عز وجل، راجين منه أن يتقبل منا صالح الأعمال والدعوات، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على مصرنا بنعمة الأمن والأمان والسلم والسلام والسخاء والرخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحيا الآن في رحاب الأدعية والابتهالات والمدائح الدينية والمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. صلوات ربي وسلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوات ربي
العصير
والله هيأ للجنين مساندا تحميك تحت رعاية الحنان. أما الذي عند اليمين فكبد غاء. أما الذي عند اليمين فكبد رعاية المنان. خرج ابن آدم ليس يملك قوة خرج ابن آدم ليس يملك قوة والله ساعده بكل حنان. حتى إذا طويت له أعضاؤه بار الإله بار الإله. حتى إذا قويت له سلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا قرة عيني يا رسول الله. وبعد أيها الإخوة الأحباب، فقد استمتعنا بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح الدينية قدمها المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، وكانت ختاماً طيباً مباركاً لأمسية الليلة
التي نقلناها لحضراتكم من رحال مسجد سيدي الحسن الأنور رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، وحتى يجمعنا بكم لقاء إيماني آخر، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ونترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم أطيب تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي حلمي الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة